الإيمان منذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما بعد فيا أيها الناس ألا وإن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد المؤمن بين مقامتين بين أجل قلب غلاية فالله قابل به وبين أجل قلب لا يدري فالله صانع به فليتزول العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لجبله ومن دنياه لآخرته. ألا وإن الناس لم تمت حتى تستكمل رزقها فأجبلوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.